هاي كورنر جديده من لابوتيك انضمت لهالبرنامج حتى تكونوا انتم مستفيدين مشاهدينا ان كان من حل غرض بتشوفوه او حل سيرفيس بنعرضه من خلال هالبرنامج. دائما التسوق عبر لابوتيك عنده كريديبيليتي كثير عاليه لان كل البرودكتس اللي موجودين ببرنامجنا عندهم وكلاء وعندهم كفاله، فحل شيء اشتريته من برنامجنا بتكونوا على ثقه انه مثل ما عم بتشوفوه على التي في لايف رح يوصل لعندكم خلال 3 ايام، وطبعا دائما المرجعيه عند الوكيل. الكورنر يلي انا موجوده فيها بتضم اكثر من موبيلات اكسسوار خاص بالموبيلاتات، كلهم فيكم تشتروهم من خلال لابوتيك. رح يكون عندنا وقفات خاصه بهيدا الكورنر حتى تعرفوا اكثر عن المعلومات بما يختص بهيدا المجال. الكاسك بليز دائما يكون على راسنا مش تحت بطنا مثل ما انا كنت عم بعرضه. رح انتقل دايركتلي للمطبخ وتحديدا للتشوبي والدرينك اند جو، وكلهم هول برودكتس موجودين من اريتي. اريتي هي ماركة تليانية وكيلة بلبنان بيكفل كل برودكت موجود ببرنامجنا. دايما اتصالاتكم فينا بنتلاقيها على 79-100-225-678 و9 اضافة للرقم الارض 0974-0889. رح ننتقل دغري على المطبخ ونعمل عدة اصناف من المأكولات. رح نبلش بالدرينك اند جو ونعمل اليوم الليموناده، فيها تكون ليموناده باترونيه وفيها تكون ليموناده على ذوقنا. الدرينك اند جو اذا هي كنايه عن بلندر بلا بريق، فبالتالي نحن مش محكومين بالاصناف يلي بدنا نحطها. مع 2 جورد رح نحط باول وحده المي والثلج والحامض، لهيدا الحامض مقطع. رح نحضر مع الثلج، فإذا حطينا رح نحط بعد مي، والثاني رح اعملها شوي اكثر سوربي. هيدي هي الشفره يلي رح تطحن وتعمل لي الجوز. الجوز فيكون حيلا نوع من الفاكهه او حيلا نوع من الخضره. شوفوا معي بلشت تطحن الثلج، بعدين طحنت الحامض لعد الثاني، الثاني كمان مثل ما عم نشوفها لحد قلبها بس ثلج. كمان بس هيك لاقصرها انا على الهواء لشوف قديش قوة الشفرة تبعها. لحط حامض، ما لحط مي هالمرة، هيدا شيء عم جربه هيك بس كرمالكم. شي بشهي. هيدا أول مشروب، كمان أنا مش ضروري اسكبها، فيني هيدا المشروب دغري سكره بالسكر الخاص يلي كمان فيه ثقب لنشرب، فهي صارت مثل الجورد هيك وبتتعلق اذا بدكم بالبسكلات او مطرح ما رايحين. وهيدي الثانيه هلا هي اول مره انا رح جربها على الهواء، رح شوف بس قديش قوه شفره. ممكن ما تزبط ممكن تزبط، فاذا ضروري نحط مي. اوكي خلينا نزيد لها مي، فبس هيك لنجربها على الهواء واشوف قديش قوه الشفرات تبعها. فإذا مع نقطة مي صغيرة قدرة تطحن الثلج، قدرة تطحن الحامض، قدرت تعملوا أي نوع من المشروب يلي بدكم إياه، إن كان سوربي إن كان مشروب آخر. فاليوم درينك أند جو مكفولة من قبل أريتي، وصار فيكم تستخدموها لتعملوا نوعين من المشروب، مش محكومين ب بريق واحد من مشروب معين عم تعملوا. موجودة اذا ب 50 دولار. دائما عبر اتصالاتكم فينا على الارقام يلي بتمرق قدامكم على الشاشه بنوصلكم كل اغراضكم من دون اي تكاليف اضافيه. رح ننتقل لنحكي عن التشوبي. التشوبي يلي بدوره رح تقدر تفرم تقطع وحتى تقشر الثوم، هي كنايه عن هيدي البوكال او البول يلي كمان مزود بشفرات ومزود بجلدي حتى تحطوها بالاسفل كرمال ما تلبد على الطاوله. وطبعا وقت تخلصوا الصنف يلي عم تطحنوه فيكم تسكروها فيها زيتها وتحطوها بالبراد. رح نستخدمها لنقشر ثوم، فاذا بنحط الاكسسوار الخاص بتقشير الثوم، الثوم يبقى بقشره مثل ما عم نلاحظ. سكرها وبس. هذا هو المسار القوي مثل ما عم تلاحظوا. تقشر الثوم، انفصل القشر عن الثوم الاساسي، وساعتها صار فيكم تشيلوا القشر على جنب وحبيت الثوم يبقوا كمان لحالهم. هيك صار فينا نحضر كميه من الثوم نحطها بالبراد حتى ما تفرخ بالخزاين اذا ما بتستهلكوا الثوم دايما.
فكل ما بتجيبوا توم بتعملوا هيدا الشيء وبتضبون بالفريزر. بنفس التشوبي رح استخدمها انما هالمره للتقطيه، رح نعمل صلصه حره، رح نحط كمان الشفرات الاربعه. هالشفرات فيكم تلغون، يعني فيكم تشيلوا اثنين حسب شو عم تستخدموها، اذا مش كلها، وفيكم تحطوا الشفرات اثنيناتهم يلي بيصيروا اربعه. رح نحط الحر، رح نعمل صوص حره اليوم، فيها تكون للدب، فيها تكون للكفتة، رح نحط البندورة. فهيك ما بقى بتقطعوا، ما بيحترقوا عيونكم من البصل. نحط بعد بندورة، ريحتهم حلوة، وبنستعملها للفرم مثل ما عم بتشوفوا. يعني بكبسة فينا اخدها هيك النتيجة، فينا كتر اكتر وفينا ناعمهم اكتر حسب انتو قديش بدكم. والحلو فيها انه ما بتاخد وقت، يعني بكبسه وحده بتقدر تطحن كل المكونات يلي حطيتهم انا جوا. وهيك بتكون صار عندي خلطه الحار. ريحتها حلوه، خلطه الحار. فينا سكرها وصار فينا احطهم للكفته، فينا احطهم للدبس، للشيبس، لحيلا شيء من المأكولات موجوده. اذا التشوبي لتسهل عليكم عمليه التقطيع وتقشير الثوم من خلال البوتيك بسعر جدا صغير، دائما عبر ال 79 100 225 6789 9 وعبر 0974088 9. لخلص الكورنر يلي انا موجوده فيه من اريتي، رح نحكي عن السكالدي اللي هي كنايه عن مايكروويف نقال او فرن نقال، لانه ما بتشتغل على الويف للتسخين المأكولات، وانما بالاحرى بتشتغل من خلال الريزيستانس. مثل ما شايفين هي علبه، انا بضب فيها الاكل الصبح قبل ما اتوجع على الشغل، بوصل على الشغل وترم الغداء، ما الي غير شكه بقلب الكهرباء. شوفوا الفاصوليا كيف عم تغلي، عم بتفقفق. خمس ست دقايق فيها تكون صارت جاهزة هيدي الطبخة، اني اتناولها ساعة اللي بدي اكل، وبالتالي بس انا ضروري يكون عندي اكسي كهرباء. فاذا الكهرباء بتنحط من ورا، كمان ما بتاخد كتير كهرباء، ووقت يجهز الطبق يلي سخن يلي بدي اتناوله بس بشيلها من الكهرباء وبتناولها. شو وفرت علي؟ وفرت علي دليفري، وفرت علي انه كون دايما عم بشتري اكل خالص، وفرت علي ايضا انه كون محكومة بنوع اكل واحد ما بده تسخين. يعني في ناس اول شيء بتاخد بس قاطع او ساندوتشز على شغلة، وفي ناس تانين ما بتاكل لتوصل على البيت. وفرت علي انه اخد صحنة وانطر دوري بالشركة او بالمؤسسة او بحيال لما كان عمل انا بشتغل ما بدي سخن اكلي بالمايكرويف، وفي ناس اصلا ضد المايكرويف ما بحبوا يسخنوا الاكل بالمايكرويف. بواسطة السكالدي الاكل رح يتسخن مش عن طريق الويفز، انما مثل الريزيستانش. برجع بشدد وباكد على هذا الموضوع، مشان هيك اذا اخذين بيتزا برجر حيلا نوع من المعجنات ما بينتزع وما بيتش، انما بالعكس بيتحمص وبيتسخن بالطريقه يلي بدكم اياها. لحقوا حالكم لانه العدد صار والكميه كثير قليله، بعد في بس سكالدي باللون الاورانج، فلحقوا حالكم يمكن خلال هاليومين ما بقى يكون عندنا من هيدي البضاعه. فعن جد وفروا وخذوا السكالدي من خلال البوتيك، واخذوا مع كفلتها من قبل اريتي. رح ننتقل لنحكي اكثر عن الاغراض يلي موجوده ضمن اريتي، وانما تحت عنوان بارتي تايم. بارتي تايم برودكتس صغار محكمين ما بيصرفوا كتير كهرباء، لا قادر شغلهم بالبيت واستفيد. اليوم الصبح اذا بتشوفوا اولادي كيف عم يتروقوا الجافر على بكره قبل ما يروحوا على المدرسه، بتقولوا عن صرت تقول عن جد والله اخترعت لهم ترويقه فيها بيض وفيها حليب وفيها كاربز يعني لتغذيهم، وانما بشكل كتير سريع. هيك صار فيكم تعطوا الصبح للي بيحتار شو بده يعطي اولاده على بكره قبل ما يروحوا على المدرسه، فيكم تاخذوا الوافل تعملوا مثلي وتحضروا لهم هيدي الخلطة. فينا نحضرها قبل بنهار، وفينا نحضر هيئتها هيدي عجينة مش وافل عاملين اليوم هلأ مندوقة. فشو ما كان بده خبز فينا نحضره بقلب الوافل، بيطلع شكلهم لذيذ. فيكن تحطوا لهم جبنة، مربى، شو ما كان. الحلو فيها انه مثل الفرن، وانا ما بتاخد كتير كهرباء، معمول من الفان، تاخد حرارة جدا بوقت سريع، والتفلون ما بيسمح لها تلزق. انا بدهن لها زبدة، بدهن لها زيت، بتعطيها قرمشة زيادة. هون عم يعملوا رجيم حاطين الزبدة
موجودة من خلال بوتيك بالسعري يلي عم تشوفوا قدامكم على الشاشة. دايما اتصلتكم فينا منتلاقيها ومنوصلكم أغراضكم من دون أي تكاليف إضافية. اليوم اختراع جديد قررت أعمله على الهواء وكمان مش مجربته، رح نجربه سوا أنا وياكم. المافن أند كب كيك هي كناية عن فرن لتعمل لي كب كيك جاتو ومافنز. طبعا سامعين بالمافنز على سبانخ، بالمافنز على خضرة، هيدا الشيء رح نعمله. بخمس دقائق رح تعطيني مثل الوافل هون سبع كب كيكس. اليوم انا لقيت انه رح نجرب نعمل فيها الفلافل، بلا ما نقلي الفلافل في صدمه بالاستوديو، رح نشوي الفلافل لانه المبدا واحد، فرن محكم الاغلاق. خلينا نشوف انا وياكم. هيدي خلطه الفلافل هون رح اوكي، فينا ناخذ كفوف ولا بتزبط هيك؟ اوبس، خلينا نحطها. انا كمان عبالي جرب مره الكبه. عن جد يعني واحد وقتها بياخد شيء يشتريه لو حقه مش كتير غالي ضروري يجربه بكل الاحوال، يعني لكذا مناسبه. رح نعمل هيك، رح نحطهم، مفروض ما يلزقوا، اكيد ضروري ينستووا. وهيك رح نحضر انا وياكم الفلافل على الهواء. بتبقى هي اصلا للكب كيكس، هيدا شيء يعني مثل ما هي اخترعوها بايطاليا اخترعوها للكب كيكس. انا اليوم عم جرب طورها لنشوف، فاللي شاريها ببيته رح تنجح معه الطريقه يلي انا عم بعملها، ويلي بعد ما اشتريها صار في ياخذ فلافل مش مقليه بزيت سيارات. اوكي رح سكرهم لمفروض الحراره تخبزهم، مفروض الحراره تحمصهم، ومفروض نحن ناكل فلافل على الصبح. بعتذر منك إلي يعني غيرنا لك الترويقه اليوم. رح نشوف قد ايه بدهم ياخذوا وقت، بس في حدا تاني انبسط اكثر مايل للمالح اكثر. موجودين اذا اثنيناتهم من خلال بوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه. بانتظار الوافلز وبانتظار الفلافل رح نحكي عن طنجره الاكسل اللي هي طنجره للضغط، وانما بقياسات مختلفة، لقياس الخمسة لتر، قياس مفيد للبيوت اللي مش دايما بتستعمل طنجرة الضغط لأنه ما عندهم مصروف أكل بكمية من الخضرة من الحبوب وغيرها، فهي طنجرة صحيح طنجرة الضغط وإنما طنجرة صغيرة كخمسة لتر. الحلو فيها الغطاء تبعها مثل اسمها كليكتك، بكبسة واحدة بتسكر وبكبسة واحدة بتفتح، محكمة الإغلاق وفيها اثنين سيكيورتي باتنز حتى تضلكم آمنين في حال تعدى الوقت محطوطة على النار. بترجع بتعطيكم تنفيسة من غير محل. وإنما ضروري أذكر لأنه معمولة من الألمنيوم من كعبة، فهي ما بتاخد كتير وقت لتاخد حرارة، خاصة أنه حاطين بقلبها شوية مي لأسلق كمية كبيرة من الخضرة، اللحم، الدجاج وغيرها. فضروري أول ما تسكر هيدي الطنجرة وأكد أنه صارت ضاغطة جوا اطفي النار واتركها تشتغل. هيدا مبدأ طنجرة الضغط، أنه ما تضل النار تحتها لأنها هي مسكرة، خليها تضغط لحالها وتعطيني الاستواء لحالها. المانية الصنع طبعا في عندها أزرار ثلاثة حتى تقدر تعطيني استواء للخضرة للدجاج ولا الحبوب حسب الكمية وحسب نوع المأكولات التي حطتها بقلبها. موجودة بقياس الخمسة لتر بسعر عم تشوفوه قدامكم على الشاشة، وموجودة بسعر آخر للتسعة لتر كمان موجودين قدامكم على الشاشة. اتصلوا فينا هلا على الأرقام اللي عم تبرق قدامكم ونحن نوصلكم كل غرض بتشوفوه قدامكم من دون أي تكاليف إضافية. بسط امبارح فيي عم بقصقص الدجاج وعم شرح وهيك، فهو هن السكاكين يلي مفيدين لكل ست بيت عبالها تشتغل بمطبخها ما بدها كتير تشد. في ناس ما بتقدر تفرم بقدونس، في ناس ما بتقدر تقطع الدجاج، بكون عندهم مشاكل بكتفهم او بايدهم. وقت يكون عندي مجموعه من السكاكين يلي هن فعلا قوية وفعلا ناعمين بتصير الامور سهله علي بتحضير الماكولات، او بتحضروا برامج على التلفزيون بتشوفوا قديش واو شو سهل انه واحد عم يفرم وهيك، بتقولوا عن جد لانه السكين سعفته لهيدا الشخص. نفس الشيء رح تعملوا وقت يكون عندكم مجموعه مولر كاخ يلي هي مجموعه المانيه موجوده بعده الوان. اول طقم يلي هو مخصص لعده استعمالات، سكين المطبخ، سكين تقطيع الخبز،
او الباجيت تحديدا، السكين الطويل يلي ممكن يساعدنا بالروستو بالجاتو بالسمك، السكين يلي للفرن، بعدين عندكم سكين الجبنه، سكين البيتزا، وسكين التزيين اضافه للشفره، مجموعه من ستينلس ستيل مطليه بالوان مختلفه حتى كمان تلبق مع ديكور المطبخ وتقدروا تفرقوا بين سكين والتاني. تاني مجموعه وهي معموله بس من البورسلان مثل ما عم نشوفها، سكين بيضاء، سكين كتير ناعمه، كلهم بيد، هيدول منهم مطليين، هن معمولين. هيدا السكين اذا قلب على الارض ممكن ينكسر لانه منه معمول من معدن، انما معمول من البورسلان. كمان في عنده عده قياسات لاستخدامات مختلفة. اليوم رح نجرب كذا سكين من هيدا السكين كمان على الدجاج. انا ما كنت هالقد قبضتهم جد، السكين حلوين كتير، منيح على القدرة. وقتها شفت كيف بقص العظمة، يعني حتى الدجاج كيف تنقص العظمة مش من الفرزة تبعها، من العقدة تبع الفخذ، اقتنعت اكتر. خلينا اعمل شي كمان اليوم بهيدا، رح جرب قص الدجاجة هيك بالنص. شو ما بتقص كتير قوية؟ خليني اجرب. اوكي خرقت اللحم، هلا صرت على العظم. اوكي بعدني ما عم شد، فيكم تصوروا لي البايسبس. عن جد ما عم شد. اوكي انه منا طريقه لطيفه يعني لقص الدجاج، بس شوفوا كيف قصت العظم، بقى عندي بس الجلده. اوكي عم تمرق بطريقه ناعمه السكينه، شفتوا قصت العظام، قصت ال، بعتذر عن المنظر عن الصبع بس انه اوكي. كمان نفس الشيء، شوفوا كيف بتمرق السكين دغري بتقص. هيدي شغله حلوه انه يكون عندي سكين هالقد ناعم. خليني اجرب كمان سكين ثاني، سكين الستانلس، نفس المبدا، كمان عم بتقص العظمه. هون انا صرت على العظمه. انا ولا مره بقصص، بشتريهم هيك مقصقصين، بس عن جد وقت تكون عندكم هيك تنسحب الدجاج. حلو. اوكي صارت هينه، فيكم تسحبوا كمان الدجاج لتنشوف هون. يعني واحد مش بيخلق ست بيت، وقت يكون عنده هيك اشياء بيقدر يستعملها بصير واحد ست بيت. شو هيدي كمان، شفتوا قديش ناعمة؟ فإذا هيك رح تقدروا تستعملوا هالسكاكين. خلينا نجرب التاني كمان. بدي فرجيكم كيف بتقص العظمة. اوكي فإذا السكاكين كتير ناعمين، سكاكين سهل إنه استخدمهم. فوقت بدكم تاخذوا هيك سكين للفرم للتقطيع أو لأي صنف تاني من الأكل رح تقدروا تستفيدوا من المجموعة يلي موجودة بلابوتيك. طبعا المجموعة كلها موجودة ب 40 دولار عبر اتصالاتكم فينا على الأرقام يلي بتمرق قدامكم على الشاشة، فيكم تحصلوا عليهم. خلينا نشيل بعد الفخذ، رح ننظفهم بالأوزونيتر. ماشي بتقص وبتقص يعني. اوكي نفسهم الدجاج، اول شيء هنا 40 دولار، شفتوا المجموعتين ب 40 دولار بلا الفروج. الفروج لحاله صار اقوى. مجموعه من السكاكين اذا عبر اتصالاتكم فينا بتقدروا تحصلوا عليها. لنتنظفوا الدجاج بلا ما تفركوه بالصابون وبالحامض وبالخل وما تشتروا اصلا بالمره يعني، رح تقدروا تحطوهم هيك بقلب المي ولح ننظفهم بواسطة الأوزونيتر. الأوزونيتر المبدأ تبعه مبدأ علمي محض، هي ماشين لح تقدر تفبرك الأوزون والأكسجين بقلبها، ولح تقدر تضخه إن كان على المي إن كان على الهواء. وبالتالي كل شيء موجود بالطبيعة معرض للتلوث، إن كان من مية الري السقاية، إن كان من التلوث البيئي، أو حتى من الطريقة يلي بينطفوا فيها مثلا بالمخازن، إن كان الدجاج وغيرها. اليوم طالما عندي هيدي الماشين، طالما عندي هيدي الأوزونيتر، بحطها بالكهرباء، بحط الدجاج السمك القريدس حتى أثبت الدجاج بقلب المي، دور الاوزونيتر، الديفيوزر يلي عم بتشوفوه بقلب المي هو يلي رح يوزع الاوزون، هو رح يوزع الاكسجين. مثل ما عم نشوف الاكسجين والاوزون او الاوزونيتر، يعني الاوزونيتر رح ينقسم، رح يصير عند الاوتروا والاولى حالة. الاولى حالة هي مثل الكلور وانما بلا ريحه وبلا طعمه، فبالتالي وقتها بتلزق على الجراثيم وعلى البكتيريا بتختفي هي وياها، بيبقى عند الاكسجين يلي كمان بتفبركه هيدي الماشين.
الاكسجين رح يعطي دعم اكثر للفاكهه الخضره الدجاج وغيرها، رح يغذيها وبالتالي رح لونها يفتح، طعمتها رح تتغير، قرشتها رح تتغير، وحتى اذا كانت دبلانه مثلا وراء الخس او وراء البقدونس النعنع بترجع بتنتعش لانه فيها اكسجين. بهالطريقه رح غسل الدجاج، البكتيريا والجراثيم ما رح تنزل بالكعب، يعني مش بترقد وبصير عندي مي بكعبها في جراثيم، لا، الجراثيم بتختفي ريحتها ونوعيتها وهي وطبيعتها، هي والاوزونيتر، هي والاوزون عفوا بنفس الوقت بيبقى عند الاكسجين، اذا المي رح تصير مي مفعمه بالاكسجين، ما عندي بقى ريحه زنخه، ما عندي روايح سمك اذا كنت مغسله السمك، وحتى مثل ما عم بتشوفوا زفره الدجاج كيف بتطلع، وبعدين وقت بتجربوها بالبيت بتلاحظوا انه هيدي الزفره بتنشد دغري على الدفيوزر مطرح ما عم يطلع الاوزون، وبالتالي هيدي اللي بتشيلوها بتكبوها وصار عندكم دجاج نظيف صالح انه ينسلق ينطبخ او حتى ينشوى. فهي هي الطريقه انا بعتمدها بالبيت لغسل فيها الخضره الفاكهه وحتى الدجاج والسمك والقريدس، عن جد ما بيكون عندكم بقى روايح زنخه حتى وقت تكبوا ترجعوا المي بقلب المجلى. موجوده من خلالها بوتيك بسعر جدا مناسب لكل الناس يلي بدها تحمي حالها من هيدي الجراثيم على الخضره والفاكهه والدجاج، موجوده بس ب $150. دائما عم بتسالكم فينا على الارقام يلي بتمرق قدامكم على الشاشه. مسيو داغر رح ينضم لإلي، وطبعا تعودتوا على مسيو داغر والتجارب يلي بيروح فيها الى ابعد حد حتى يفرجينا قد ايه الكلين سوي مفيد. اهلا وسهلا فيك، كيفك؟ كيفنا؟ نحن منيح. كمان ضمن المي وضمن اهميه المي، طالما نحن ناس من عايشين لنشرب مي، لازم جسمنا مكون 80% لازم من تكون المي يعني اقل الايمان تكون نظيفه، صح؟ الكلينسوي شو بينظف؟ اي مي؟ حيلا مي. اوكي، مية خزان، مية شتي، شو ما كانت المي ملوثه اكيد. أوكي. مش هنقول مي تبع البحر. نعم. لانه مية البحر فيها ملح. أوكي. هو هذا الفلتر بيترك المينرال تضل مي معدنيه. نعم. بس بشلك كل شيء باقي، يعني اول مرحله بيقطع فيه الفحم بشلك كل شيء طعمه وريحه ولون، ثاني مرحله لانه تريتد مع سيراميك صار بيقدر يفكك لك كل شيء كيميكال كومباوند. نعم. منها الكلور، ثلاث ارباع المي اللي بتجينا فيها كلور كثير بنسبه عاليه، البيستا سايد كل. ثالث مرحله هي براءه اختراع لشركه متسوبيشي. نعم. هي كنايه عن شعيرات كثير رفيعه اسمها الهولو فايبر ممبرين. الهولو فايبر ممبرين تقطع المي عبر المسام تبعهم، المسام 0.01 ميكرون ل 0.1 ميكرون. نعم. يعني اصغر من اصغر بكتيريا ممكن تكون موجوده. فاليوم شو ما كان مصدر المي، ان كانت مي الشرب او ما عندي عيار للمي الشرب، صار فينا احول مي الخزان لمي معدنيه صالحه للشرب، للطبخ، لغسيل الخضره. نعم. غسيل الفواكه، يعني تصور اذا في نقطه مي على الخسه بيكون فيها زملاي وسيه فيها ملايين الكولوني، يعني بيقولوا لك بنقطة صغيرة شوفي رح يتوين. وهون ما عم نحكي عن راديشن عم تقتل البكتيريا، عم نحكي عن فلتر حتى البكتيريا الميتة ما بتقطع 100%. صح؟ شو بدنا نشوف؟ كمان توقف. هلا عم نعمل اكسبيرينس، يعني عم نفرج نحن العالم حتى لو كانت المي منو شايفينها كثير مجويه، نحن عم نزيد عليه الفلتر بس نحن عم نفرجي قديش فعاليته قديش ممكن يكون. يعني فيها بكتيريا اكيد ميتة وفيها بكتيريا عايشة. نحن المي بنغيرها نهار الاثنين ونتركها حتى تضل ملوثة، يعني نعم. حتى تزيد البكتيريا. اوكي. ها عم بين لك الحبر. هاي مبروك جابوا قرطاسية. اوكي. هلا بهالطريقة قلت لك وضعيات، الفلتر مي عادي ما نكون عم نستهلك الخرطوشة، مرشة وكمان ما نكون عم نستهلك الخرطوشة، لو بنحولها على الفلتر بتتحول على الفلتر. صارت مي، هيك لازم نتعود نعبي جربات الولاد، هيك لازم نتعود نشرب مي، نفلفل الرز بالمي، ننزل من الكنيسة نسلق الخضرة كل شيء. مظبوط. هلا هيك مي عادي، برجع نعبيها هي فاضية الكباية. طيب يلا بنرجع بنشوف. فاذا هيدي المي النظيفة كبسه وحده طلوع بنقدر نحصل على مي معدنيه صالحه للشرب 100%. وانا كمان صرت ببرمج كثير من المي، حاطط قطع البضاعه بتهلكنا. هذا الفلتر صغير عاملين عليه اوفر. الخرطوش كثير هين غيارها بتبرميها بهالطريقه. اوكي. بتحطيها صار عندنا خرطوشه جديده، بياخذ الحلو بيشتري هالفلتر بياخده مع خرطوشه زياده بس بيدفع نص الخرطوشه الثانيه. فهذا انا اوفر كثير موفق للناس اللي بدها عن جد تستفيد لمده سنه من هيدا الفلتر وبعدين بس بترجع بتشتري الخرطوشه. اكيد موجود من خلال بوتيك بالسعر اللي عم يمرق قدامكم على الشاشه. الفلتر الاكبر البضاعه صارت موجوده. اي اكيد. اوكي، صار فيكم تستفيدوا لفتره اكثر ب 35 مليون ليره لبنانيه. مزبوط. مي
مزبوط. وكمان هين كتير تركيبه على المجلى. أوكي. فيك تستعمليه كمان مي عادي، فيك تستعمليه مرشة. هذا الفلتر بيعمل 35,000 لتر، 35,000 لتر يعني الواحد بيركبه وبتروح معه الخبرية. ايه. ما بعد بشرب مي، شو ما نزل من الحنفية في فرش اثنين، وفي يشرب مي، في يطبخ، في صح؟ فينا نستعمله مي عادي. يلي هي هيك، فينا نستعمله مرشة. صح. وبذات الوقت بنحوله على الفلتر. تعرف المطاعم يعني بس اذا بيستعملوا للثلج، يعني ليعملوا ثلج لنشرب عندهم شيء مع الثلج، بكونوا وفروا علينا وحميونا. موجود من خلال لابوتيك. تعرف اذا بتعملي بس الحساب بتلاقي انه هيدا اوفر بكثير من حيلا فلتر. وبغض النظر عن زق المي، اذا المي نظيفه ولا مش نظيفه. اوكي. خلينا فإذا نرجع نشوف الأسعار على الشاشة، ودائما مشاهدينا فيكم تتصلوا فينا على الأرقام يلي عم تمر قدامكم حتى تطلبون، بلس الكفالة يلي مسيو داغر بيعطينا إياها. واللي هي الكبير في شغل زيادة هلا بنحكي عن الكفالة، أنه لما بتوقف المي كل المي اللي بتبقى بقلبه تنزل برجع بزتهم. اوكي. شو ما بيرقد شيء بقلبه وبيضل نظيف لانه بيضاين اكثر تما يصير في كمخه بقلبه او شيء. اوكي شي. فكمان هيدي الناحيه مدروسه. الكفاله اول شيء متسوبيشي ما بده كفاله، لانه اول شيء الشركات الكثير قليل يلي بتصنع باليابان وبتجمع باليابان. نعم. فعلا هذا الفلتر جاي دغري من اليابان. اوكي. اون بلس نحن بنقول له نعمله حيلا تاست بحيلا لابوراتوار، نحن كافلين النتيجه انها بتطلع 0000. انا بدي اتشكرك. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا، رح ناخذ لحظات للاعلان وبنرجع لمتابعه الحلقه، ما تروحوا لمحل. بعدكم عم بتابعوا الحلقه المباشره على الهواء من لابوتيك، وطبعا معودين على السيرفيس دائما بنحكي عنه، وهو تحديدا التامين الانشورنس اللي دائما موجوده من قبلهم، ان كان من الاف سي ار انشورنس جروب او من سابق انشورنس سيرفيسز. كذا حدا حتى يشرح لنا اكثر وياكد على مصداقيه هالشركتين يلي طبعا التغطيه الشامله عم بتكون من قبل اليك. ستيفاني اهلا وسهلا فيكي. كيفك اليوم؟ كثر خير على مصداقيه. رح نحكي عن الباور لايف، هالباكج الكبير يلي بضم اكثر من بوليسه بس جدا صغير، وحتى هيدا السعر التقسيط تبعه عم بيريح الناس والكلاينتس انه يقدروا يامنوا عندكم. صحيح. شو بتضم هالباكج؟ باور لايف هي بوليسا انعملت للفئه العمريه من 18 ل 45. نعم. بتغطي 5 انواع بواليس. اوكي. بدقة في عنا الان كل شيء داخل الاوبيتال بنسبه 100%. نعم. حسب الدرجه الثانيه. والحالة الطوارئ كمان داخل الاوبيتال كمان 100%. اوكي. وفي عنا الاوت كل شيء فحوصات مخبريه بتنعمل باللابوراتوار، ان كان من اي ار ام لسكانر لفحوصات دم. كمان هون الاسيورانس باور لايف بتغطي 90% من كلفه الفحوصات. نعم. وال 10% الباقيه بيدفع للكلاينت. اوكي. في عنا كمان البي اي الحوادث الشخصيه كمان تغطيه 10,000 دولار. واللايف يلي هي هون لا سمح الله مثلا صار في عنا حالة وفاة من جراء اكسيدان. نعم. كمان تغطية 10,000 دولار. اوكي. واخر شيء في عنا طوارئ العمل. نعم. يلي هي هون عملنا حتى نحمس الشباب بيقدروا يفتحوا بزنس، يكونوا جراجويتد جديد وحابين يأمنوا حالهم، هون رب العمل كمان مغطى هو. البواليس كلها ستيفانية اللي عم نشوفها ب 599 دولار، قديش هي أصلا قيمتها؟ يعني أنا إذا بروح لعندكم بلا عبر لابوتيك أو على حيلا شركة ثانية، قد بكون عم وفر؟ شو هي قيمتهم أصلا الفعلية؟ كثير بتكلف، كثير كثير، يعني إذا بدك تعملي يمكن إن لحاله يمكن تكوني عم تدفعي أكثر من قيمة البوليسة الباور لايف. نعم. كلها. فإذا هون 5 بواليس بسعر كثير قليل، كيفية التقسيط كيف بتكون عم بتكون؟ أول 299 دولار هن بس ينمضى الكونترا. نعم. والبقوة 300 دولار هن بيتقسطوا 50 دولار بير مونث على 6 شهور. طبعا في هديتين مشاهدينا من قبل لابوتيك، وهي فحص مخبري مجاني مجرد انكم تكونوا مضيتوا العقد، وثانيا وهو 20 جلسه او 10 جلسات بقيمه 200 دولار من كمان ميتسوبيشي. للتفاصيل فيكم تتصلوا فينا وتعرفوا كل التفاصيل ان كان بالانشورنس او حتى بالهدايا. انا بدي اشكرك ستيفاني، اهلا وسهلا فيكي. رح ننتقل مشاهدينا لنحكي كمان عن برودكت جديد واثار اعجاب كثير من الناس، وهو تحديدا السوينج جيم او اليوغا سوينج كمان، اللي هي ب برودكت واحد رح تقدروا تنقلوا الجيم لعندكم على البيت. رح نشوف الفيديو بعرفكم اكثر عن شو عم بحكي، وتحديدا عن برودكت تصنع
وأعاد تصنيعه بلبنان، وهو معمول من أجود أنواع الأقمشة اللي تعتمد للترب شوت والبارابار بشكل معين حتى تسمح لي علقها بالبيت، تسمح لي اتحكم فيها إن كان داخل بيتي إن كان بالجيم أو حتى إذا كنت بدي استخدمها بالطبيعة. السوينج جيم رح تقدر تعمل لي حركات رياضية أكثر من 200 حركة بطريقة ما يكون عندي ستريس على سلسلة الظهر وما يكون عندي ستريس على الركب. فاليوم كل الأشخاص اللي بيعانوا من أوجاع ظهر من أوجاع رقبة رح يقدروا يستخدموا السوينج جيم يلي رح تساعدهم مش بس لتفتيح إذا بدكم خرزات الظهر وخرزات الرقبة، وإنما كمان للدورة الدموية اللي حتصير ناشطة جدا، وهذا الشيء رح يسمح لنا بفلو بعروقنا، بيمنع الجلطات، بيساعد على التنفس. بتعرفوا اليوم وقت هيك منطقة إعدامنا وبنروح أوقات عند أخصائيين ليوسعوا لنا القفص الصدري أو يفتحوا خرزات الظهر عن بعضهم، السوينج اللي موجودة عندنا كمان قادرة تعمل هالشيء. غير إنه الحركات الرياضية يلي ما يمكن نفتكر حالنا بس لازم نكون بالسيرك لنقدر نعملها، رح نقدر نعملها بالسوينج جيم بشكل كتير هين، لأنه فعلا هي عم بتساعدني وفعلا الدماغ بصير يشتغل بالكونكشن تبعه أسرع مع الجسم، وبالتالي كل عضلة موجودة بجسمي رح تقدر تتفاعل مع هيدي السوينج جيم. فأصغر عضلة لأكبر عضلة بجسمي رح أقدر أعملها. حركات رياضية فيكم أنتم تفتكروا حركات كما أنكم فيكم تعتمدوا على دي في دي اللي بعلمكم أكثر هالحركات الرياضية اللي صار فيكم تعملوها من خلال السوينج جيم. عم تشوفوا بعض التفاصيل كيف منركبها وكيف منسكرها وكيف منغير القياس تبعها. أكثر من هيك فيكم تستعملوها ببيتكم لأي شيء بدكم إياه. فموجودة إذا من خلال بوتيك دايما بالسعر يلي عم تشوفوا قدامكم على الشاشة. هلا بيقطع السعر وفي منا عدة ألوان، وما إلكم غير تتصلوا فينا لتحصلوا عليها. بعدنا عم نتابع ونشوف بعض الحركات للسوينج جيم. هدول الحركات وغيرها فيكم تعملوها إن كان بالجيم إن كان ببيتكم. اليوم الأشخاص اللي يمكن بيعملوا بيدفعوا ممبرشيب بحيالة جيم وما بيروحوا، فصار فيهم يستخدموا هيدي السوينج جيم ببيتهم حتى يقوموا بكل الحركات الرياضية اللي كانوا يحلموا يعملوا فيها. بالرغم ولي بتساعدنا إن نبتكر حركات رياضية جديدة، الصغار والكبار فيهم يستعملوها. وأكثر من هيك كل العالم يلي عبالها تعمل رياضة جديدة، رياضة تستفيد منها، رياضة تكون عم تتسلى هي وعم تمارس هيدي الرياضة رح تقدر تعملها. إذا موجودة بعدة ألوان وبعدة أقمشة مختلفة. عم بتشوفوا الأولاد صار عندهم سبب ليتساعدنوا، بس سبب مهضوم صار فينا نعلقه هيك منعرف الأولاد أكثر عن نوعية هيدي الرياضة اللي تعتمد من قبل كتار من الرهبان يلي كانوا موجودين وما زالوا باليابان يلي اعتمدوا هيدي الرياضة كرياضة روحية لألون أو كرياضة جسد. إذا موجودة بعدة ألوان من خلال بوتيك بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة. يلي تبعني من أول حلقة عملت فلافل بالكب كيك، الفلافل خلصوا بالكب كيك، كانت فكرتي مظبوطة. المبدأ واحد خبز، شوفوا كيف اليوم قدرنا نخبز فلافل كلكم بس كتير سخنين ولو تراتور على القليلة يعني بخل اوكي. فينا صرنا ناكل فلافل من الحبوب. لا بليز مين بده يدوق؟ جاية يلا تعال. لا عن جد انا ما فيني اكل فلافل، بحسها مثل الباطون على سمعتي قد بتكون مقلية وتدوم بالقلي وتدوم. صار فينا واحد ياكل فلافل يعني حبوب بتغذي مع شوية تراتور مع خضرة. بيبون اوكي خلاص فلافل فلافل كلهم شو ما ترتين بليز. بدنا طلعتور يمكن اخذت شوي وقت اكثر من الكب كيكس، خليني بس فرد مره اشوف لكم. اوكي وهيك صار فيكم تعملوا الوافل. اذا فلافل وافل كيك اي اشياء يلا لنحكي عن بوبي جو. بوبي جو موجود وهي شركة أو مؤسسة مجوهرات بالأشرفية. هالمؤسسة طبعا صار لها فترة كتير بالسوق اللبناني أكثر من 60 سنة لورا، وبعدهم بنفس المهمة إن كان بالذهب إن كان بالألماز أو حتى باللولو وبالديزاينز. اليوم خصصوا لابوتيك ترند جديدة وهي فيوجن الجوريلي يلي بتعتمد على الفضة 22 كارا.
فاليوم انا اخترت البس الباندنت، شفتوا مثلا هي زيت الباندنت شو ما كنت لابسه مغير لون الحبه، فاذا كان عندي لابسه اوتفيت على اخضر حطيت حبه لونها اخضر بقلب الباندنت اللي فينا غير الالوان فيها اكثر من 6 مرات، لانه نفس الكوليه في معه 6 احجار مختلفه، فاذا اخترت اللون الاخضر اليوم فيني شيل الحجره اوكي، فيني البسها هيك عن جد هيك حلوه كمان، وفيني اغير مثلا حط لون ثاني. خلينا نشوفها اذا هيك اوكي، صار عندي باندنت بلون اصفر، شفتوا نفسها اللي كنت لابستها هي زيتها غيرتها وعملتها بلون ثاني. هيك انتو كمان اذا اخذتوا الباندنت مثلي رح تقدروا تستفيدوا من 6 الوان مختلفين، من احجار نصف كريمه، من باندنت معمول من الفضه مطلب الروجم ما بغير لونه، مشكوك بالزيركون، الحبوب يلي بتعتمد على الذهب ومكفول من قبل بوبيجو للتظبيط للتقصير للتكبير للتضييق. اذا الباندنت يلي عم بتشوفوه موجود من خلال بوتيك بالسعر يلي كمان عم نقدمكم على شاشه. الاسواره يلي كمان لبستها بايدي نفس المبدا، معمولة من السيلفر 22 كارا، فيني غير وبدل بالحجر، هيدا الحجر مثلا كمان مختارته لون زيتي، فيني شيل هيدا الحجرة مثل ما عم نشوف وحط حجر تاني، فيني اختار مثلا حبة زرقاء حسب شو لابسة. كمان اليوم برجع بقول عم بشتري صحيح اسوارة كتير حلوة وانا ما فيني البسها باكتر من مناسبة. هيدا الشيء ايضا بينطبق على تريولي مثل ما مسمينا، وهي اسوارة ب3 احجار مختلفة مثل ما عم بتشوفوها على الشاشة. هيدا الاسوارة مع 11 حجر نصف كريم، الوردة الوسطانية مزينة بالزيركون، وطبعا برجع بقول هي عيار 22 من السيلفر او الفضه، بيجي معها 11 حجر، شوفوا كمان قديش الوان الاحجار مختلفه، فيكم تشكلوا وتبدلوا قد ما بدكم بالالوان. بنتقل لاخر شيء من عند بوبيجو وهو الخاتم، هذا الخاتم يلي ايضا الحلو فيه انه فيكم تشتروه اذا كان قياس اصبعكم 51 ل 59، نفس الشخص في يلبس هذا الخاتم بمجرد انه يعدي القياس من الداخل. خلينا نشوف تفاصيله شوي على الهواء. عندكم هيدول ال2 كروشيه اللي فينا نضيقهم وفينا نوسعهم، غير انه هو زيت الخاتم فيني افتحه واغير الحجره يلي موجوده بقلبه، فيني انتقل من حجره لونها نيلي لحجره لونها موف. فهيك نفس الخاتم قدرت استعمله بعدة مناسبات بعدة ألوان. 140 دولار سعره بس، ودايما عبر تسالتكم فينا على الأرقام يلي بتمروا قدامكم على الشاشة منوصلكم حي الله غرض مع كفالته من دون أي تكاليف إضافية. رح ننتقل لديكونترال ونحكي اكثر عن هالكريم يلي معموله خصيصا للناس يلي فقط بتعاني من التكلس. بعرف قد ما في ناس جربت الديكونترال واستفادت، بتقول يا ريت الديكونترال بيفيد لكل مشاكل المفاصل وكل مشاكل العظام، وانما ديكونترال معمول بس للاشخاص يلي بتعاني من التكلس. قبل ما ننتقل لديكونترال شو رايكم بنعمل مساج؟ بتعرف اذا واحد عنده كل هالاغراض من لابوتيك عن جد بقش مرتاح، مش عم بالغ، يعني سلاسل مشوية، مجوهرات بتشتروها وبتلبسوها أكثر من مرة. خلينا نعمل مساج، فكيناها بالغلط. المساج ماشين يلي موجودة معي هي كناية عن بلت، أكيد بتشتغل على الكهرباء. اليوم بواسطتها لحقدر أعمل مساج أنا ولابس المساج ماشين على جسمي، ماني بحاجة لهالمكنة إني أعلقها بمحل ولا ألقيها بمحل ولا حتى بحاجة لحدا يساعدني فيها. وقتها بلبس هيدي الماشين بدورها، عم تشوفوا كيف بتبلش تعمل هيدا المساج على الجسم بطريقه ليلبيه بعيده عن سلسله الظهر، رح وطيها شوي. هلا صارت بين الرفوش، وانما برجع بقول ما انا ضايقه بسلسله الظهر، فظيعه كيف بتلقط التشنجات، فظيعه يعني قد ما احكي لازم تعوا جربوها واشتروها من هون اذا بدكم، عن جد فظيعه. انا عم وطي قد ما بشد بايدي نزول او لقدام قد ما هي بتشتغل، فيني وطي قد ما بدي. الحلو فيها كمان انه فيني اكون عم بحضر تي في، فيني اكون قاعده هيك بعاده يعني ما عندي ناس ومضطره اعمل مساج، فيني اعمل هالعشرين دقيقه، فيني اكون عم بقرا كتاب، فيني اكون
عم بشتغل على السلولات، فاذا هي مش بحاجه لحدا يساعدني بان انا اعمل مساج، ما بدها تلزيق ولا تركيب ولا شيء، قد ما بشد يمين قد ما بشد شمال هي بتشتغل على المكان يلي انا بدي رخي فيه العضلات. كمان فيها شغله مهمه انه بتعطينا الانفرارات، فبتعطينا سخونه على الجسم، ومش ضروري نشتغل عليها اكثر من 20 دقيقه. موجوده اذا من خلال لابوتيك. خلي انا وقت بشتري شيء بعمل كمان بفتح لشوف كيف مصمم من الداخل. هيدول اللي رح يبرموا، شفتوا سلسله الظهر بتقطع هون، هن يلي رح يكمشوا بيه البول الصغار والكبار والوسط حسب يعني وين عند العضل مشنج اكثر، وهيك صار فيني استعملها. اذا اخذتوها من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه. فاذا دائما عم تصليتكم فينا على 79100225789 وعبر 0974088 9. كل اغراضكم توصل لعندكم من دون اي تكاليف اضافيه. رح تابع اذا وكان حديثنا عم بكون عن الديكونترال وعن مشاكل التكلس، مشاكل التكلس يلي بتصيب كثير من الناس مش بس المتقدمين بالسن، علما انه التكلس هو للاشخاص يلي عندهم يعني ببلشوا يكبروا بالعمر، بنبلش نلاحظ عندهم مشاكل التكلس، بنشوفها ورم بالمفاصل، بنشوفها طقطقه، عدم القدره على الحركه. فاليوم الديكونترال مش قادر بس يساعدني، قادر يحل لي مشكله التكلس بحد ذاته. فهيدي الكريم يلي هي موجوده بكونسنتراسيون معينه من المواد الطبيعيه الالفا بينان الاسيد كريزوفانيك والالانتوين يلي قادره تعطيني اراحه للمفاصل، مش لانه فيها مخدر، بتريح لي المفصل، لانه هيدي المواد يلي موجوده بقلب الديكونترال هي مواد فعاله، مواد قادره تخترق الجلد الى كيس المفصل الى الغضروف. الغضروف هو اساس المشكله، هو اساس التكلس، لدرجه انه في ناس سموا مرض التكلس مرض الغضروف. فاذا كان هيدا الغضروف منشف ومفتت فيه فسخ مخزوق منه موجود كامل، ديكونترال قادرة تغذي هيدي الغضاريف، قادرة تنمي هيدي الغضاريف، قادرة تخليها تسمك، تبعد العظام عن بعضها، وكمان قادرة تعطيني الليونة بالحركة، والليونة هي أساسية حتى يقدر يرجع الغذاء من الكولاجين والإلاستين عبر الأكل يلي بتناوله يفوت على المفاصل. فاليوم الديكونترال ما بفوت على الدم، شغله الوحيد هو على الغضروف، بنشف دغري. فانا فيني البس التيبه، ما بده مشكله كبيره ووقت معين لاستخدمه، ضروري بس استخدمه 3 مرات باليوم حتى اكون عم بلاحق السيركيلاسيون او الدوره تبع او السيكل تحديدا تبع الخلايا بانها تنمى وتكبر. فاللي بيستخدم اليوم ديكونترال وعنده تكلس شو بحس؟ من اول نهار رح يبلش يحس ما في الم عند الحركه، من اول نهار رح يحس انه عنده ليونه بالمفاصل يلي كان فيها تكلس، وابتداء من اول اسبوع اذا ما صحينا 100% وحتى فيكم تعملوا صوره وتبين لكم انه كان ما عندكم غضروف وصار عندكم غضروف كله راجع للديكونترال، هيدي هي ديكونترال وهيدا هو الحل الوحيد للتكلس. موجود اذا من خلالها بالسعر اللي عم يمرق قدامكم على الشاشه، فما تترددوا تصلوا فينا هلا واحصلوا على ديكونترال اللي رح يوصل لعندكم خلال 3 ايام من دون اي تكاليف اضافيه. طبعا لاحظتوا بالحلقات السابقه انه الديكور بلابوتيك تزين بلوحات ملونه بالبانتور بشكل كثير رائع، طبعا مستوحى من الكلتور الاسبانيه او من الثقافه الاسبانيه، ان كان بالطبيعه ان كان حتى بالرقص الاسباني. التابلويات اللي عم بتشوفوها هي مستورده من اسبانيا، هي لاشهر اللوحات الاسبانيه العالميه اللي رجعت رسمت وتلونت بالوان حلوه حتى نقدر نحن كمان نستفيد منها ونزين بيوتنا. حيالة تابلو شفتوه بلا بوتيك صار فيكم عندكم ببيتكم بالصالون بغرفه النوم حسب الالوان اللي بتلبق عندكم وحسب انتم شو عبالكم اي تابلو. برجع بذكر انه هي اعاده تلوين اشهر ورسم اشهر التابلويات الاسبانيه، وطبعا مستوردة من اسبانيا باسعار جدا جدا رائعة من خلال لابوتيك. اذا رح نعمل مجولة سريعة على هالتابلويات لتشوفوا كمان الوانها، معالمها، الفينيساج تبعها، الشغل الدقيق، برجع بقول هي لوحات زيتيه مثل ما عم نشوفها بالوانها وحتى الكادرات تبعها، يعني السعر يشمل الكادر، فبالتالي صرتوا كثير مستفيدين من هالعرض يلي عم تشوفوه. بنتقل لنحضر انا وياكم فاشن شو لعبايات من تاني اكسترافاغانس يلي كمان ضروري تعملوا له لايك على فيسبوك وتشوفوا شو عندهم برودكتس كثير حلوه انكم تختارون
تبعكم من عندهم ومن قبل لابوتيك. شوفوا الفيديو، نقوا العبايه اللي بتعجبكم ونحن بنوصل لكم اياها طبعا من دون اي تكاليف اضافيه. فيديو ومنتابع. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand de la quarantaine semaine. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. ما شفتوا مشاهدينا الفيديو، صار فيكم تنقوا عبايتكم من خلال لابوتيك ب 35 دولار بس. ونحن نقل لكم للداكسكي ستيج من لابوتيك مع مسيو روبير فياض والفي اي بي كوز، اللي كمان نقلت معرضك لعنا على استديوهاتنا. اغلى شوي من العبايه بس ارخص بكثير من اي سياره موجوده بالسوق اللبناني. رح نحكي مع مسيو روبير فياض يخبرنا اكثر على رينج روفر اللي موجود معنا. روبير، اي موديل اللي عم نشوفه؟ طبعا كاميرا مان كمان عم تاخذنا جوا بقلبه. اليوم قلت لي في هيك رقم يمكن يصدم الكثير ويلحقوا حالهم اذا حدا عن جد بده يشتري سياره اللي بده يختارها. مزبوط، تفضل. رينج روفر 2008 سبور اتش اس اي. نعم. الفول. أوكي. يعني اكيد بيجي فرج جلد اوتوماتيك. نعم. في عنده دي في دي بالابلكات ورا للولاد اذا بده يحضروا دي في دي. اوكي. سنسر قدامه ورا. نعم. سياره كامله متكامله. نعم. سيارة نظيفة، يعني اليوم وقت واحد بيقول سيارة نظيفة أو بيسألك هالسيارة نظيفة روبير فياض، شو بتقول له؟ يعني ما أكيد 100% لهذا السؤال كثير مهم. سيارة نظيفة يعني نبلش نحن إنه تكون لو مايلج تبعها، يعني في هالسيارة 2008 ماشي 100,000. نعم. سيارة معمول لها ريفيزيون كومبلي تبعها. أوكي. من الدوليبة لميكانيكا لكل شيء. نعم. يعني فول تشيك أب، يعني بيجي الزبون بيخدها وبضل ماشي ما بيعطي اهم شيء ابدا. طب وقتها بيسالوك بعدين انه شو مصدر السياره؟ هل يا ترى عملت لها شيء اكسيدان مطحونه ملزقينها بلبنان؟ يعني بتعرف في ناس عندها تجارب مش نظيفه بالسوق اللبناني، شو بتاكد لهم؟ شو هي الجارانتي اللي بتعطيها انه السيارات ان كان هيدي يعني اكيد نحن السيارات اللي بنصدرها من امريكا بيكون فيها شيء اسمه كارفاكس. اجباري عندنا سياراتنا بالفي اي بي بيكونوا كلين كارفاكس. نعم. يعني ما في سيارة عندنا التايتل تبعها بده يكون سالفج. اوكي. ما عندنا اياها. نعم. اجباري يكون كلين كارفاكس. السيارة يعني نحن بنعرف انه ما فيها بويل عم نجيبها من نقية الايتها. ما فيها جلف يعني. ما فيها شيء. هيك بتكون سيارتنا. زملائنا عم يجوا لعنا بيتفاجئوا، يا عمي هل ترى انه هيك سيارة نظيفة، هيك. نعم. سيارة، يعني إذا فيها جرح صغير ما بعمله خليه يجي يشوف الزبون. نعم. قدامه لحاله. روبير، اليوم قلت لي هيدي السيارة عندها سعر سبيشل ولا ممكن. نعم. حدا يلاقيه إلا بهيدا الأوفر، شو هو وليش قدرتوا تعملوا سعر قليل؟ هيدا قدرنا نعمل سعر قليل، عملنا بعد دراسة بالسوق والأسعار. نعم. يعني بنقدر نبيع نحن بسعر الجملة للزبون صرنا. أوف، شو هو. نعم. هيدا السعر؟ يعني هيدا السعر، السيارة مسجلة خالصة 38,500 دولار. يعني قد ايه وفروا؟ 2000 و 2000 وشيء اكيد، يعني هيدي حقها بالسوق 37 38 بسعرها. اوكي. انا بعطيهم اياها مسجله خالصه 38,500 دولار مع ورق بنك. ما اذا بدي من البنك عندي كمان الفاسيلتي دغري جيب لهم الابروف بسرعه. اوكي. مع ريت كثير مهم 5.5 عليها. يعني كثير منيح. كثير اكيد. فينا نفتح تشوف الموتور؟ اكيد اللون معروف. اذا لكمان نشوف نظافه السياره من الداخل شفتوها. رح نفتح غطا الموتور ونرجع نقول انه هيدا الاوف عن جد اوفر كثير حلو يعني من خلال لابوتيه. نعم. يلا. بيقدروا يستفيدوا منه الكل. اوكي. فاذا شو بتلخص في اي بي كارز روبير؟ يعني شو بتقول عن في اي بي كارز؟ ليش اول شيء موقعه منه على الاوتوستراد؟ ليش اخذين مثل هيك بلكون يعني رؤيه اعلى من ال مدام بلانش؟ بتعرفي سوق العقارات كثير غلي، الاجارات كثير غلي،
مطرح ما نحن اللوكيشن تبعنا يعني بتعد بال 2000 متر وما فوق. اوكي. اذا ما ناخذها على الهاي واي بده يكون كثير اجارها غالي. يعني ما عم بتطلع اجارك من زبون السياره. اكيد يعني الزبون هون عم بيجي يستفيد بشغله اكيد بيستفيد عندي لانه انا مش بدي ادفع اجار حتى كوست على السياره. اوكي. بدي حتى بروفيت اعمل مصاري اكثر، لا بخصم له اياهم هون يعني الزبون صار بطل شريكي بالمعرض. اوكي. لانه اذا بدي اخذ على قصرات صار الزبون بده يكون شريكي بده يدفع. ربيع هيدا السياره لمين موجهه يعني بتعرف لكل الجيل يعني لما بدنا نوقف الافضاء هذيك. اوكي. للشباب للجيل للبزنس مان يعني لكل شخص بيقدر يجي. بتعرف نحن يعني بنحب نشتري السياره ما بنحب تلبك لا بالوراق ولا خلص لمعاملات البنك يعني ما بنحب هيدا الشيء. هذا كله موجود لك هذا السيرفيس موجود يعني انت قاعد بمكتبك بشغلك بيجي عندي الشخص بياخذ لك اياها من مكتبك بنزل لك اياها على المعاينه. اوكي. بمرق لك اياها بدفع لك ميكانيك اذا بدها بالجراج الجراجيست عندنا درايفر تبعهم بيروحوا بياخذوا لك اياها من المكتب بيرجعوا لك اياها على المكتب. هيدا كل شيء انت ما بتعلق بعجقة سير ولا بتكون عم تشتغلي عم تخلصي البزنس تبع حضرتي. نعم. وكل شيء ماشي تمام. ربيع هذا الرانج روفر دوليب نضاف مغيرين مثلا اربع دوليب جديد مع جارونتي سنتين دوليب مركبني وياهم. اوكي. مثلا بس يجي الزبون يشتري سياره من عندنا شو بدها السياره من تشيك اب بدون عملها على حساب على حساب البلاك بي كارز يعني هيدا الاوفر 38500 مع جارونتي 6 شهور موتور فيتاس مثلا بالرينج روفر بيعرفوا في عنده شيء السسبنشن تبعه هيدا كله مكفول عندي. نعم. بهيدي السياره وبكل سياره بيشتروا كل مواصفات سيارات سيارتها. نرجع بنقول شو سعرها شو مواصفاتها ليستفيدوا من الاوفر. رينج روفر 2008 بس تنذكر 2008 فول اوبشنز ماشي 100,000 مايلز. نعم. بسعر 38500 دولار مسجل خالص. هيدا سعر ولا ممكن ولا شو بعتقد انه مع كلين كار باكس اكيد وسياره بيجوا بيشوفوها من دوليب لكل شيء مواصفات سياره بسوقوها بضلوا ماشيين ما بيعطلوا هم شيء. فاذا هيك بنكون كمان عرفناكم على رانج روفر يلي موجود اليوم معنا. ربيع فياض انا بدي اتشكرك وتشكر بهابيكاج بلبنان وبامريكا على ثقتهم بهذا البرنامج. اهلا وسهلا فيك عن جديد. مشاهدينا رح نكمل معك بس هوي هون قبل خليني ارجع اختم جوا من عند الموتويات يلي او الموبيلاتات يلي كمان صار فيكم تختارون ابتداء يمكن من بكره او بعد بكره بكون جبت لكم التفاصيل الدقيقه عنهم ان كانوا هن او حتى الكاسكيت. موتويات بميزات كبيره، في موتويات خصيصه للسيدات وفي موتويات كمان او موبيلاتات للرجال اضافه على الموتويات الشتويه يلي في بقلبها شوفاج واي سي. صار فيكم كل هيدي القام تشوفوها ابتداء من الايام القادمه. انا لهون كنت ودعتكم برجع بشوفكم بحلقة جديدة إن الله راد ومباشرة على الهواء. باي باي.